لا لغلاء الأسعار ولا لتسميم الأبدان. هذه هي الفرصة ديالكم باش تقاطعوا أي حاجة كتضركم. هضرنا على الزيت الرومية، هضرنا على المواد المعلبة، هضرنا على الخضر والفواكه اللي ماشي في الموسم ديالها وكتلقاوها مغلفة ومصنعة، هضرنا على اللحوم الملونة، هضرنا على الدجاج المنفوخ بالشوكات، وبزاف الحوايج كتضر لك الجسد ديالك. إذا كنتي من الناس اللي ما كيستعملش الزيت الرومية في القلي، ما كيشريش اللحم كل نهار ولا كل يومين، ما كيشريش المعلبات، السمك المعلب، الحليب المعلب، المواد الغذائية المعلبة وما أكثرها في الحانوت، فإذا كنتي من هذا النوع ديال الناس اللي هنيتي راسك وهنيتي الجسد ديالك من هاد السموم، غادي يرتاح حتى الجيب ديالك واحد شوية، يقدر يحس بداك الفرق ديال الغلاء اللي واقع دابا، ولكن ما كاينش ضرر كبير بحال الناس اللي ما قدروش يتفرقوا على هاد المواد. بليه بليه ولا فاق ما تخافش عليه، بلاونا بالمقليات، بلاونا بالمعلبات، بلاونا بالعصائر والمحليات اللي غير كتذوقها كتطلع لك لواحد المستقبلات في الدماغ ديال الاندورفين والمورفين والمستقبلات الاوبيويدية، فكتولي مدمن عليها وكتبغي ديما تشري ديك المادة المصنعة، واخا تحاول تصنع بحالها في الدار ما كتخرجش نفسها ونفس المذاق، حيت الصناعة ديالك بلدية وطبيعية، والصناعة ديال دوك الشركات اللي كتحط المواد ديالها في الحوانت كيميائية وضارة. ما عندك ما دير بالزيت الرومية، سواء غلات سواء رخصت، وخا يعطيوها لك فابور ما تاخدهاش، وخا يعطيوها لكم معاها 4000 ما تاخدهاش، خد 4000 ورد ليهم الزيت. علاش ما تشدش الثمن ديال الزيت الرومية وتحولوا للزيت البلدية، تشري به الزيت البلدية؟ اي حتى الزيت البلدية دابا راه شوية غالية، ولكن الا حيدتي داك الثمن ديال الزيت الرومية وشريتي به الزيت البلدية، فما غاديش تحس بداك الغلاء ديال الزيت الرومية. ما عندك ما دير بالقلي، القلي ضار للصحة ديالك، وهذه هي الفرصة باش تقاطع اي حاجة مقلية. راه ممكن تعيش بدون قلي، غير حنا تبلينا بدوك المواد وديك النسمة ديال البطاطا مقلية والحوت مقلي والفلفلة مقلية والدنجال مقلي. ملي كتعطي القيمة لواحد المادة غلاوها عليك، فغادي تزيد طغى وغادي تزيد تغلى عليك. خلي لهم الزيت الرومية ديالهم، خلي لهم الكاشير ديالهم، خلي لهم المعلبات ديالهم اللي ما صالحش للجسم ديالك، اقتصر على الخبز العادي. الحمد لله ما زادوش شي حاجة كبيرة بزاف في الخبز، الماء كنشربوه الحمد لله بدون اي مشكل، ما كاينش غلاء في الماء. الخضرة والديسير كاين فيهم حتى هما غلاء، ولكن الى بعدتي من اللحم وما بقيتيش كتاكلو كل يومين ولا 3 ايام كما كيديروا بزاف ديال الناس، ما كيقدروش يتفرقوا على اللحم، وكانه غير اللحم اللي كاين في الاطباق المغربيه، بل في حين انه كاين بدائل كثيره من غير اللحم، تقليل من اللحم والتطبيق ديالك للنصيحه انك تبقى تعتمد على النباتات والنظام النباتي بزاف، ومره مره تبقى تدخل معاه اللحم سواء ديال الغنم ولا ديال الدجاج ولا ديال الحوت مرة مرة، فهاد النصيحة غتهنيك من التهاب الأسعار، وغادي ترتاح جسديا من داك الأضرار ديال تناول اللحم باستمرار، وتهنى حتى اقتصاديا الجيب ديالك غادي يرتاح. داك الثمن اللي كتشري به اللحم كل يومين ولا 3 ايام، غتبقى تشري اللحم كل سيمانة مرة ولا كل 2 سيمانات مرة، وغادي تهنى. وداك الفرق ديال الثمن اللي جمعتي غادي تردو لجهة الخضرة والديسير، فهكا غادي ترتاح من داك الغلاء ديال الخضر والفواكه، حيت عوضتي داك الثمن اللي كان ناقصك من الثمن ديال اللحم اللي ما بقيتيش كتاكل بزاف والدجاج اللي ما بقيتيش كتاكل بزاف. الفواكه حنا الحمد لله في المغرب مشهورين مختلف انواع الفواكه ولله الحمد، ولكن اش داك الفواكه الغالية؟ اش غنديرو حنا بلافوكا؟ لافوكا اصلا كتهلك الفرشه المائيه، لافوكا اصلا يعني ماشي من التقاليد المغربيه ديالنا من شحال هذه، دخلات عندنا لافوكا بسبب نظام الكيتو وفوائد الكيتو والكيتوجين وتقليل السكريات وتقليل النشويات والاكثار من البروتينات والاحماض الدهنيه الاحاديه الغير مشبعه، وداك التخربيق ديال الانظمه الغذائيه التي ما انزل الله بها من سلطان. عندنا نظام غذائي رباني، شي حاجة حلال خلقها لك الله غادي تاخدها بواحد النظام غذائي متوازن. العيد الكبير كناكلو فيه اللحم، ملي كيتسالى العيد الكبير كنرجعو للنظام الغذائي العادي ديالنا، خضر فواكه قطاني ومرة مرة اللحم، تعول على الدجاج بلدي والحوت حتى
حتى هو أسبوعيا فجيد جدا، ولكن باش تخالف هذه القوانين الكونية وتبقى تتبع واحد الأنظمة غربية واحد المسميات باش نتسمى كناكل لافوكا وكندير نظام الكيتو ومتبع هذا الطبيب ومتبع هذا الدكتور وهذا المشهور وهذا التيار الطبي، فهكا كنخرجوا على راسنا. وحنا شفنا النتائج ديال الابتلاء بما وراء البحار. لو كان بقينا غير في داك الشيء اللي في بلادنا ما غاديش نحسوا بهاد الغلاء، حيت بقينا مقتصرين غير على المنتوجات المحلية، خصوصا إذا كانوا المزارعين حداك ولا الأسواق ديال الفلاح اللي حداك. فكل ما شريتي من شي واحد حداك قريب ليك أفضل من أنك تشري واحد السلعة بعيدة بزاف جات من مدينة بعيدة بكيلومترات منك، وأحسن من أنك تشري منتوجات جات من خارج البلاد. فكل ما بعدتي كيغلى عليك المنتوج اللي شريتيه. فكل ما اقتصرتي على المحلي أفضل، وكل ما اقتصرتي على النظام اللي خلق لنا الله المناسب للأجساد ديالنا كان أفضل لك ولجيبك. فاقتصروا على اللحم مرة في 2 سيمانات، الزيت الرومية حيدوها تماما، قطرة واحدة ما تدخلوهاش لداركم، ودوك الفلوس اللي كنتو غتشرو بيه الزيت الرومية شرو بها زيت بلدية. ما تقليوش، غادي تقلبوا على البدائل ديال القلي، دخل فيسبوك، دخل يوتيوب، دخل جميع المنصات اللي كتقدم لك فيديوهات فابور كيفاش دير الفريت بحال الفريت اللي مقلي، كيفاش دير حوت بحال الحوت اللي مقلي، كيفاش دير فلفله والدنجال وجميع دوك الاشياء اللي كنقليو بحال انها مقليه وهي ما مقلياش. عده طرق وعده بدائل ولكنكم تحبون الاتراك المقليات. فإلى اقتصرتي على هذه المعلومات وحاولتي تطبقهم وجاهدتي نفسك، راه النجاح ما كيجيش بسهوله، يعني غادي نصبح غدا ونلقى الدنيا باخر، لا، النجاح كيجي بمجاهده النفس والصبر، نسيت المناضه، حتى هي بعدو منها ما عندكم ما تديروا بها. هادشي اللي يعني ما نقول لكم لا لغلاء الاسعار ولا لتسميم الابدان. السلام عليكم.